بالطلياني يسموه البطة، لما حارس يغلط مثل هذا الخطأ، خطأ فادح من بن شريفية. إذن بن شريفية أساء تقدير الكرة، لم يتمكن من الحفاظ عليها، ويونس محمود يتمكن من استغلال هذا الخطأ. إذن يونس محمود يتمكن من تسجيل نتيجة 2-1. شوفوا الإعادة من جديد، خطأ فادح من بن شريفية قد يكلف معز المكان الأساسي.